نتكلم بقى عن الاسترابيزمس، عن symptoms و signs types. طبعا في عنوان ممكن يكون موجود قبل العنوان ده في بعض الكتب، اللي هو investigation of case of strabismus او evaluation of case of strabismus. احنا هنخليه في الاخر بعد ما نشرح latent والconcomitant والparalytic squint. strabismus definition كنا قلنا في الاول ان هو abnormal ocular deviation so that the two visual axes or not directed toward fixation object, one of them being defeated. وكنا عرفنا الكلام ده في الأول. الكلينيكال كلاسيفيكيشن ممكن أعمله كلاسيفيكيشن زي ده، اللي هو الليتنت سكوينت أو الهيتيروفوريا المخفي، بيكون إيزوفوريا. إيزو يعني إيه؟ يعني عينه محولة لجوه، إكزوفوريا عينه محولة لبره، هايبو محولة لتحت، وهايبر محولة لفوق. في المانيفست سكوينت اللي هو الظاهر اللي انت لما تبص البني ادم كده قدامك بتشوفه. طبعا احنا ليت انت كنا ادينا عنه هنت في حاله لما كنا بنعمل الادابتيف فينومينا، كنا اتكلمنا عن اول حاجه في الموتور ادابتيشن كان ليت انت سكوينت. المانيفست بقى اللي هو انت ماشي كده بتشوف البني ادم قدامك على طول، باين ان هو احول، بيكون عندنا في منه فولس او سودو سترابيزمس، وفي الترو سكوينت اللي هو بجد عنده حول. بنقسم الترو لباراليتيك وكونكوميتنت او الهيتيرو تروبيا، وبرضه نفس الكلام بيكون فيه هايبو وهايبر واكزو ازو. نبدا اول حاجه كده عن موضوع صغير اللي هو السودو سترابيزمس. سودو سترابيزمس يعني انت بيتهيأ لك ان العيان ده عنده حول لكن هو مش احول. definition illusion of squint although no ocular deviation is present، بيهيئ لك ان عنده حول. زي مثلا الطفل اللي قدامنا ده، انت لو بصيت له تحس ان عنده حول لكن هو ما عندوش حول. طب ازاي اتاكدنا من كده؟ اتاكدنا في حاجه بنسميها الكورنيال لايت ريفلكس، بالاضافه للكفر تيست هنبقى نشرحه بعدين. لكن الكورنيال لايت ريفلكس هو طريقه رابد وسهله بنشخص بيها هل هو عنده فعلا سكوينت ولا، ان احنا بنجيب تورش وبنسقط الضوء. هنلاحظ هنا على عين البيبي ده ان في نقطه بيضة في نص البيوبل، ده الضوء بتاع التورش، وفي العين التانية برضو نقطه بيضة على في نص البيوبل. طالما النقطتين واقعين في نص البيوبل معناها ان العيان ده او الطفل ده مش عنده سكوينت. انما احنا في بعض العيانين هنلاقي مثلا ان النقطه ممكن تقع على الطرف هنا في عين واحده مثلا، ففي الحاله دي معناها ان العين لفه لجوه، يعني اخده بالمنظر ده، فيها ايزوتروبيا مثلا، فلو هي واقعه هنا وهكذا. يعني على كل مكان بتتوجد فيه النقطه بنحدد السكوينت وبنحدد الديجري، وهنعرف بعد كده برضو في الاخر لما نيجي نشرح الايفالويشن هنشرح الكورنيال رايت ريفلكس. لكن هنا ببساطه ان احنا لما نلقى الضوء وقع في السنتر اوف البيوبل هنا وهنا، اذا ده ما عندوش سترابيزمس. طب احنا ليه شفناه عنده سترابيزمس؟ يعني ايه اللي هيئ لنا ان عنده؟ السبب عندنا هو الحته دي، شايفين الجلده الزايده دي اللي ناحيه العين، اللي هي اساسا يعني بتبقى اكتر منتشره عند اليابانيين والصينيين، الحته الجلده دي كده. طبعا الجلده ديت يعني زايده ابنورمال، بنسميها ايبي كانساس، حته ابنورمال. برضو من الاسباب يعني احنا دوت يعتبر قدامنا ايه، كونفرجنت سكوينت، تحسه محول وعينه محوله لجوه. السبب في كده انه كان عنده ابيكانسس. ممكن سبب تاني خلينا نحس ان هو احول، اللي هو سمول انتر بيوبيلاري ديستانس، يعني المسافه ما بين البيوبل والبيوبل ممكن تكون صغيره، وبالتالي بنحس ان هو كونفرجنت سكوينت. طب لو مسافه كبيره بينهم، يعني في ناس كده تحس ايه عينهم كبيره كده او عينهم بعيده عن بعضها بالمنظر ده كده، فلما تيجي تبص لهم تحسهم ان هم ايه عندهم حول دايفرجنت سكوينت لكنه مش حول. والدليل على كده ان انت لو سقطت على عينهم تورش في النص هتلاقي ان الضوء بيقع في نص البيوبل هنا ونص البيوبل هنا. طيب هنشوف الصورتين دول كده برضو اكزامبلز عندنا ازاي نحدد فيهم مين اللي عنده سكوينت. الطفل الفوقاني ده عنده سكوينت حقيقي بقى مش سودو. ازاي عرفنا؟ باللايت ريفلكس. بصوا هنا اللايت ريفلكس النقطه البيضه واقعه فين؟ في نص البيوبل. انما هناك النقطه البيضه واقعه فين؟ واقعه بره البيوبل على الطرف، يعني عند البيوبيلاري بوردر كده المكان ده. اذا معنى كده ان العين دي اتلفه شويه لجوه كده،
تمام، اذا عنده رايت ايزوتروبيا. انما واحد زي ده الضوء واقع هنا في النص والضوء واقع هنا في النص، ممكن يهيأ لك ان عنده شويه دايفرجنت سكوينت، لكنه ما عندوش حاجه بسبب ان الضوء هنا الكورنيال لايت ريفلكس واقع بره. طبعا ما نلخبطش بين دوت وبين البيوبيلر لايت ريفلكس اللي كنا بنقول ان البيوبيل بتضيق، دوت اسمه كورنيال لايت ريفلكس. ده بالنسبه للسودو سترابيزمس، ويعني مش مستاهل علاج. هيتروفوريا من المواضيع المهمه جدا، او اسمه التاني اللي هو الليتنت سكوينت، كنا شرحناه برضو، ادينا عنه نبذه في الليتنت سكوينت لما كنا نتكلم عن ادابتيف فينومينا. definition state of extraocular muscle imbalance in which eye show tendency to squint، العين لها القابلية او لها ميلان انها تحول، عايزة تحول. but this tendency is checked subconsciously by brain، لكن هذه الرغبة في ان العين تحول بيتم تظبيطها من البرين بحيث انه يمنعها من ان هي تحول to maintain the binocular single vision. طيب ايه السبب في ان العين بتكون عايزه تحول او غصب عنها بتحول؟ في عندنا سببين، كنا قلنا واحد منهم اللي هو congenital weakness of muscle، وفي برضه سبب تاني اللي هو uncorrected errors of refraction هايبرمتروبيا او ميوبيا. لو واحد طفل اتولد وهو عنده هايبرمتروبيا، الطفل اللي عنده هايبرمتروبيا بيشغل accommodation في اقل حاجه. وطبعا عشان تفسير ليه بنشغل هايبرمتروبيا و accommodation مع بعض، نرجع لشابتر errors of ريفراكشن، كنا شرحنا النقطه دي بالتفصيل. فالطفل اللي عنده هايبرمتروبيا بيشغل اكوموديشن من اقل حاجه، وبالتالي الكونفرجنس عنده بيزيد، لان الاكوموديشن بيبقى اسوشيتد مع اكشن اوف الميديال ريكتس ماسل، فيعمل عندي كونفرجنس، العين تحول لجوه فيعمل عندي ايزوفوريا. تمام، والعكس بيحصل مع الميوبيا، ان احنا بنقلل الاكوموديشن بيقلل كونفرجنس بيعمل عندي اكزوفوريا. والتفسير بتاعهم كان موجود في شابتر errors of refraction. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعت العيان اللي عنده latent squint symptoms، اول حاجة if compensated، احنا قلنا دوت اسمه latent squint، حاول خفي، يعني مش طبيعي انك تشوفه، انت لو انت قاعد مع واحد كده مش هتشوف فيه اي حاجة، تحسه سليم نورمال. لكن ممكن الاهل من كتر ما هم قاعدين مع عيان الليتنت سكوينت فجأة كده وهو حاسين انه سرحان زي ما قلنا قبل كده، او قاعد يذاكر كتاب يذاكر فترة طويلة وتعب، هيلقوا انه يبدأ يحول لما يسرح مثلا. حتى مكتوب عندنا هنا في الـ NBA when patient becomes fatigued and brain loses interest in binocular single vision، البرين ما بقاش مهتم او ما بقاش عنده قدرة انه يشوف البينوكيولار single vision. دي طبعا النقطة دي مهمة عشان هتنفعنا في تيست بعد شوية اسمه المادوكس وينج. latent squint becomes manifest، بيظهر بقى ساعتها latent squint. عشان كده if compensated، طول ما البرين عامله تشيك اب مش هنشوف حاجة. طب if uncompensated، if uncompensated زي في حالات مثلا ايه المسكولار ازينوبيا، التعب، واحد حصل له ايه هيدك ايك لاكريميشن، البرين ما بقاش ايه مركز قوي في انه يظبط العيون. فلو uncompensated هيظهر ايه intermittent squint، الحول بيجي ويروح. intermittent diplopia، العيان ده هيحس شوية انه لما يسرح مثلا او لما يتعب في المذاكرة انه بيشوف الحاجة اتنين، لكن مثلا لما ينام ويريح شوية وبعد كده يصحى يلقى الدنيا كلها اتظبطت تاني. هيلقى برضو ان هو اثناء القراءة كتير مثلا عمال يقرأ، فجأة بيحصل حاجة اسمها running of letter during reading، خلاص عقله ما بقاش مظبط البينوكيولار فيجن، فيحس ان الحروف بتطير منه اثناء القراءة بسبب ان خلاص ما بقاش في تشيك اب من البرين، حصل فتيج او ديكريز الكونسنتريشن. طيب دلوقتي لما واحد اهل مثلا خدوا ابنهم للدكتور وقالوا له والله احنا لاحظنا ان ابننا ده كويس طول النهار، لكن فجاه كده لما بيسرح مثلا نحس انه خول، والولد يقول له مثلا انا لما بقعد اقرا كتير الحروف بعد فتره مش ببدا اشوفها، فالدكتور يبدا يعمل له اكزامينيشن يشوف هو عنده ايه ايزوفوريا ولا اكزوفوريا، هايبو ولا هايبرفوريا، وبعد كده بيعمل له حاجه الكفر انكفر تيست. طبعا دول ايزوتروبيا واكزوتروبيا وهايبر وهايبوتروبيا. انا يعني ايه الصوره ديت مش ريليتد للايزوفوريا، ديت ريليتد للكونكوميتانت سكوينت اللي هو الهيتيروتروبيا.
لكن احنا ايه جبناهم هنا عشان نعرف الدايركشن اوف الاي في اي حاله. يعني احنا مثلا في حاله الايزوفوريا لو مثلا شلنا تروبيا دي وحطينا فوريا المفروض ان العيان ده بيكون باصص عادي، لكن لما اعمل له كفر ان كفر تيست هيحصل عنده ان العين بتميل بالمنظر ده، ممكن يكون عنده اكزوفوريا في العين المنظر ده تميل بالمنظر ده لما نعمله كفر ان كفر تيست. ايه هو الكفر ان كفر تيست؟ احنا الان مكتوب عندنا كلام كتير كده مش هنفهم الكلام ده غير لما نشوف الدايجرام السهل دوت هيبسط لنا الامور. دوت واحد عنده اكزوفوريا، يعني هنا رقم ايه مثلا دوت المنظر الطبيعي بتاعه. طبعا هو لما يروح للدكتور الدكتور مش هيقول له ايه يا ابني اسرح شويه مثلا ولا اتعب عينك شويه عشان اشوف الحاله الخف اللي عندك، لا ما في حاجه اسمها كده. فالدكتور بيلجا للان بي اللي قلناها اللي احنا قلنا ايه brain loses interest in binocular single vision. احنا بنشتغل في الكفر ان كفر تيست ان احنا بنضيع حته البينوكيولار سنجل فيجن، بنخلي البرين يعتمد على عين واحده بس في انه يكون سنجل فيجن يبقى يوني اوكيولار سنجل فيجن. طب ازاي بنعمل كده؟ في كذا طريقه، اما ان احنا نغطي عين منهم وبالتالي يبقى يوني اوكيولار سنجل فيجن، او نفصل نخلي كل عين تشوف حاجه. في الكفر ان كفر تيست بنخلي بنفصل عين معينه او بنغطيها. هنلاحظ هنا ايه؟ اول حاجه ده دوت عيان جالك رقم ايه عينه باينه قدام طبيعي والاهل بيشتكوا من ان عنده ليتنت سكوين. طيب انت هتغطي العين دي كده، البرين بقى بيستخدم عين واحده. تمام، لما البرين يستخدم عين واحده ما بقاش في داعي ان هو يظبط العين اللي بقت متغطيه، هو اصلا ما عادش بيستخدمها، ما بقاش في صوره بتوصل له من خلال العين دي، فيقول لك خلاص اعمل لها تشيك اب ليه؟ انا هظبط بس كل تشيك اب اعمله على عين واحده. وبالتالي الدكتور لما بيعمل كفر للعين ديت بتبدا تحول. فاول ما تحول كده الدكتور يقوم يشيل الكفر بسرعه زي ما هنشوف في فيديو بعد شويه. اول ما يشيل الكفر بسرعه هيلقى العين لسه محوله بس بعد كده هترجع لان البرين شغاله، شغل تشيك اب ليها تاني. نفس الكلام بيعمله على العين الثانيه، لما يريح العين دي بيقفلها البرين ما بقاش محتاجها، بيعمل البرين بيعمل تشيك اب للعين اللي بيشوف بيها فيظبطها، انما العين اللي تحت الغطا لا بتحول. هي دي فكره الكفر ان كفر تيست.